الاسم جمال علي عبد السلام كريم، احد فلاحين منطقه وادي الحي. لدي اصابات عناكب في مزرعتي من 2017، وحاولنا نكافح هذه الافه اللي هي افه العنكبوت، فجبنا بعض الادويه ورشينا بها من المحلات الزراعيه، ولكن للاسف لم تعطي اي نتيجه، نظرا انها المبيدات غير صحيحه وماده الفعاله غير صحيحه في المبيدات. بالنسبه لعدد الاشجار اللي عندي هنا في هذه المزرعه 1400 كرمات تين، وعندي 1200 شجره رمان، وعندي زيتون حوالي 200 و300 شجره زيتون، وحوالي 150 شجره نخيل، وكلها اصيبت بامانه بنفس المرض، وما فيش اي انتاج، ما فيش اي انتاج بامانه، كلها مصاب وكلها غير صالح للاستهلاك البشري. وهذه اصابه بصراحه كبيره جدا علينا، واحنا فلاحين ما عندناش قوت الا ما ندخل الا انتاج المزرعه، فلينا احنا من 2017 لم ندخلوا اي انتاج بامانه، يعني كل المحاصيل اصيبت، وصابنا فشل واحباط، ونتمنى من الدوله الليبيه ووزاره الزراعه تدعم الفلاح الليبي لكي يوفر انتاج لبلادنا ولاهلنا لكي نرفع مستوى اقتصادنا شيئا ما.